برنامج اغاني اغاني ومعنا على الخط الفنانه هيفا وهبي لاول معنا لاول مره معنا على التليفون. هاي هيفا. هاي بونجور، كيفك؟ منيحه كنتي؟ الحمد لله كثير منيحه. شو بتتمني هيفا للام تي في بهيدا الثاني؟ اول شيء بدي اقول لها الف مبروك، لانه هو مش بس عيد ثاني، هو كنا ناطرينه من زمان هذا العيد، من قبل سنتين بكثير. بتمنى انه دايما تكون صورة وصوت حق وحقيقة، وبتمنى دايما انه تكون منورة بناسة وناسة منورين فيها. Thank you. ومبروك للبنان كمان مش بس للام تي في. نحن بنعرف انه طليتي على اكثر من برنامج بشاشة الام تي في ومنهم حديث البلد، شو البرنامج اللي بتتابعيه اكثر شيء على الام تي في؟ تكون صريحة معك، أنا مش بتابع برنامج معين، أنا بحب سلسلتها على الام تي في، بحسها دايما منورة ومضوية، ألوانها غير، وأي بروجرام تابعه لأنه سافي كتير، بس إنه أكيد حديث البلد ومنى، منى صديقة وإعلامية محبوبة كتير، مبدئيا يعني انه كل شيء بقدر اكون موجوده ببلد بالعالم فيه ام تي في بتابع، حتى الاخبار صراحه. السنه الماضيه هيفا خسرنا مخرج كثير كبير وهو المخرج يحيى سعاده وهو كان صديقك، شو فيك تخبرينا عن الموضوع؟ شو كان شعورك وشو بتحب تقولي له اليوم؟ يعني يحيى صديق كتير قريب لإلي لدرجة إنه ما بقدر أبداً أتخيل إنه فل، ما عم بقدر أبداً يعني أقتنع مع إنه ما لازم أحكي هيك. كل مرة بيقولوا الحزن مع الوقت بيقل إلا مع يحيى، يعني دايماً هيك بس أتذكره لما كان يجي لعنا ويقعد ونقعد نحكي أفكار شغل جديد، وين كان يقعد صورته هلأ بالبيت، ما قدر أتعود على فكرة إنه رحل، بضل هيك في شي بالقلب لإله بده يضل كل العمر، ما بعرف يعني أقول إنه أشياء مع الموت، موت كتير ثقيل ودمه ثقيل وبياخد الناس اللي بنحبها، يمكن الناس بتفل وما بتحس بقى. بس بدل نحن بدلنا عم نحس بغيابه ونحس بالفراغ اللي تركوه، ويحيى إنسان بدل بقلبي كل العمر، بحبه كتير وحدلنا حبه. عرفنا أنك رح تتعاوني مع مخرج فرنسي، مظبوط؟ مع كليباتك المقبلة؟ لا، هو صار في لغط حول جنسية المخرج، هو فرنسي. هو فعلا انا سافرت على فرنسا كرمال اعمل الفوتو سيشن تبع يعني فوتو سيشن جديد لإلي من نوع من التغيير، فالناس فكر انه هيدا الفوتوغرافر هو مخرج فيديو كليب. ومين هو المخرج؟ مخرج ما تحدد بعد اسمه. لانه محتار عندي كذا شوريل لكذا مخرج اجنبي، تو عم بقرر بدي شيء كثير قريب من تو عم بقرر بدي شيء كثير قريب من كاركتير، يعني مش انه طل يعني ياخذني لعنده كثير، يضل يعني محافظه على شيء الناس فعلا بتحبه فيه، وما بدي مخرج اوقع بغلطه أشخاص غيري وقعوا فيها، إنه أحيان كتير بتبقى مشاعر المخرج الأجنبي مع الغنية العربي ما خاصة بالصورة، ومش هذا المطلوب، مش إنه إذا نحن رحنا على المخرج الأجنبي ليعملنا أجانب، لا، أنا بحب مخرج الأجنبي يطلع بالستار العربي بس بفكره، يعني كيف هو بيشوف العربي بالنسبة له، مثل لما بتسمعي بغنية أجنبي أنت مو عربي بتحسيها شرقي بس بطريقة أجنبية، هيدا اللي أنا عبالي أعمله، مش إنه ولا كتير بيور أمريكان وهيب هوب وكذا، لا ما لقيت. خبرينا عن الألبوم الجديد، عرفنا إنه تأجل صدوره.
تأثر صدوره وما تأثر، هو ما تحبب يعني ما تحبب شي رسمة لأنه كان كلام. أحب إنه أكون مع بداية دخولي على الصيف لأنه الأغاني كتير بتلبق، وحابة كمان أعرف أكثر قد إيه رح تكون الأمور ملايمة إنه أنا أنزل ألبوم بهالفترة شوي حساسة بكذا وطن عربي، والأغاني أخذوا شوية شغل وفيه كتير سوربرايزز حلوين يعني اشتغلت عليه كتير هالألبوم، وأنا مبتدع إنت ينزل كمان والفانز أكيد. الفنانة هيفا وهبي ثانك يو كتير، نحن انبسطنا لو سمعنا صوتك وجود لك بكافة أعمالك الجديدة. ثانك يو لإلكم، ماشي لإليك وماشي لإم تي في، وبقول لها هابي بيرثداي والعمر كله إن شاء الله. ثانك يو. باي باي.